تيتمت بعمر صغير، تيتمت من الأب، يعني كان عمرك 3 سنين لما الوالد اللي كان عمره 25 سنة إذا كانت معلوماتي صحيحة. أنا أبوي ما بعرفه توفى. توفى عمره 28 سنة. 28 سنة. أمي الله يرحمها تعبت علينا كثير. أمي من عائلة كبيرة بحلب، بيت دواليبي، كون ابن عم الشيخ معروف الدواليبي، هذا كان بزمانه رئيس مجلس وزراء سوريا. فحطوني في مدرسة أيتام أنا وأخوتي، طبعا من عدا أختي، كنا 3 شباب دخلنا في دار الأيتام. هاي دار الأيتام ما بدخلها إلا يكون في واحد عنده كفيل، يكون تاجر. مين كان الكفيل وقتها؟ يكفله يدخل. مين كان الكفيل؟ ابن عمنا مليء وكفلنا. فكنت أنا يعني ده عمري شقد 6 سنين، دخلنا صف أول، ننزل خميس وجمعة نروح لعند أمي، تشوفها خميس وجمعة للوالدة، خميس وجمعة نتحمم نغير رضنا، كانوا يلبسونا بنطرونات قصيرة ونطلع. كان في إنا صغار سود، مهم صعبة هالذكريات عليك؟ مش ما هي صعبة، ما بدي أقول مش وأتخبر وأصبعتي وأحكي لبناني وأحكي بالدجاج، خلص ما هي صعبة، بس يا ريت أرجع لهذيك الأيام. كانت من على الرغم من قسوتها وصعوبتها دار الأيتام، ما مش سهل إنه طفل يربى قاسية، بس كانت المعاملة كتير رائعة. صدقيني قلت لك ما بدخل عليها إلا يكون في حدا كفيل له، الأكل، اللبس، النومة، يعني 5 نجوم. بس نحن ببقى في حرقة بقلبنا انه انا ردت اعيش مع امي. طفل بده امه. استاذ سمير، يتم الاب اصعب ام يتم الام؟ باي سنة رحلت الوالدة؟ أنا ما حسيت بيتم الأب. بعدك بهالعمر حاسس حالك طفل. نعمل ستوب. بدنا ناخد نفس. أروع شي في الكون. تفضل استاذ سمير، خد نفس وارتاح. بتحب غير الموضوع؟ بغير الموضوع. أنا بعتذر إنه ما كان القصد، يعني عم نحكي عن طفولة وحضرتك تذكرت الوالدة، لأنه عندك كمان أغنية للأم بتوجه كتير. ما في عظم من الأم ست ربع. أكيد. يعني ترملت وعمرها 28 سنة وعندها 4 أولاد، تعبت، كانت تشتغل، ما بعرف شلون بدي اقول لك، يعني حدا بيعرفها، حكر، هدول اللي بحطوا الحطاطات البيض بربطوهم هيك بقصوهم، تعبت. ولكن اكيد انه راحت عن هالدنيا راضي عنك، لانه انا بتخيل انه حضرتك اكرمتها. انا خيرت حقيقة، انا خيرت ما بين أمي وبين مرتي وولادي. قلت لهم أنا بجيب 100 ولد، بجيب 100 مرة، بس صعب أجيب أم. أكيد أكيد صعب. أستاذ سمير، ليه خيرت ومين خيرك؟ هلا نحن بالاساس 4 اخوة، 3 شباب وبنت،
كانت الحجة عايشة مع أخوي، بعدها قلت له أنا بجي بسكن معه. خلص خيو، أخذت البيت وبركت معه. بعدها قالت لي أنا بدي أبرك لحالي، أفتح الباب أدخل لحالي أحس حالي. أفتل البيت وطلع، حطت فيها الأيام كذا في البيت، اجتمعوا كل واحد بضل عندها جماعة. قلت لهم أنا ما بحسن، أنا باخذها لعندي، أنتوا داوموا عندها بس أنا باخذها لعندي. صرت أخذها لعندي أنا، وبعد بعد اتفقنا كل واحد تحوي يعني تبرك عنده أسبوع. صاروا يتأففوا، يعني ما واحد ما بقى يعرف إيمت أخواتك أسبوع. عندي أختي اللي هي يعني بعتبرها أمي الثانية.